شكرا 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 احبائي، شكرا. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك احبائي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تجوا تحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا. ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الطريق. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. اذا احبائي لما تسجلوا عمو يزيد راح يتكلم معكم عبر الهاتف ولا عبر البريد الالكتروني باش تجوا تفرحوا معنا كما هاد الاصدقاء اللي راهم هنايا فرحانين معنا يا اخي. اذا في بدايه كل حصه نستقبلوا ساعي البريد صهيب اللي يجيب لنا البريد تاع اصدقائنا الاطفال اللي راسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اذا تحيه لصهيب، تعال تعال. مساء الخير، واش راك صهيب؟ لاباس وليدي، واش راك؟ دائما يجي في الوقت، اصغر ساعي بريد في العالم. اذا صهيب جبت لنا بريد تاع اصدقائنا الاطفال؟ نعم. شكرا. اذا ديره لنا في العلبه البريديه باش من بعد عمو يزيد راح يقرا كاع الرسائل تاعكم يا احبائي الاطفال. في بدايه كل حصه كذلك نتكلموا على ايام عالميه. السلامة يا اطفال. شكرا 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 صهيب. ايام عالميه ودوليه اللي ساعدنا باش نعيشوا للتعايش في المجتمع، وعندنا دائما مواضيع نتكلموا عليها. اليوم مثلا اخترنا موضوع المسارعة لفعل الخير. يا أحبائي الدنيا هذه الإنسان لازم يدير الخير، والخير بالمرات مش شرط أنك تمد نقود، مش شرط أن يكون مالي. الخير ممكن أنك تساعد جارك، أنك ابتسامة في وجه أخيك، أنك تساعد زميل في الامتحانات مثلا في مرجعة الدروس، المساعدة زيارة قريب، صلة الأرحام. يعني المساعدة ممكن أنها تكون بأي طريقة كانت، ولكن لازم المسارعة لفعل الخير يا أحبائي. في هذه الفترة هذه يوم أول يناير 1 جانفي يصادف اليوم العالمي للسلام. على بالكم باللي المجتمع اللي يكون عايش في سلام هو المجتمع اللي يزدهر ويتقدم. إذن السلام مهم جدا، لذا العالم كله يتوقف يوم أول يناير باش يحتفل ويتوقف ويديروا حوصلة على السلام في العالم، ويعني وين وصلوا. وكذلك كاين يوم مهم هو يوم 4 يناير، هو اليوم العالمي للبراي. تعرفوا البراي يا أحبائي؟ وعرف البراي وش هو البراي؟ البراي إذا قلت لكم البراي والمكفوفين، شكون يعرف العلاقة بينهم؟ تعال 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 اروح. وليدي واسمك وليدي؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في عين دفلة. في عين دفلة خيار الناس. واش هو البراي؟ القلم. القلم اللي تاع المكفوفين. تاع المكفوفين، ماشي القلم، هو الكتابة، يعني طريقة الكتابة تاع المكفوفين. نعم. شكرا شكرا وليدي شكرا. إذا أحبائي لويس براي هو مكتشف هاد الكتابة اللي يكتبوا بها المكفوفين يا أحبائي. شوف حتى المكفوفين وتصيبهم علماء بالمرات، تصيبهم تلاميذ نجباء وكامل بفضل هاد الطريقة في الكتابة اللي هي البراي. وأنا عندي لكم مفاجأة راح نشوفوها بعد قليل. راح نقول لكم لغز اليوم، حبوا الألغاز. لغز اليوم يقول، لغز اليوم يقول: ما هو الميت الذي يجوز أكله بدون إثم؟ يعني حاجة ميتة، على بالكم باللي أكل الميت حرام لا يجوز، ولكن كاين حاجة مام تكون ميتة يجوز أكلها بدون إثم. معلش على بالي بلي الشاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن السؤال أو اللغز عبر موقع الإنترنت بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا في الجواب عن اللغز لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي مشوفوا فينا. ودركا راح نروحوا المفاجأة. اليوم جانا عبد الله محجوبي فوزي 8 سنوات من مدينة العطاف، هو مكفوف، راح يديرنا بحث اليوم عن عالم من علماء الإسلام سيبويه.
إذا يلا استقبلوا عبد الله محجوبي فوزي. تفضل وليدي، تعال تعال. يلا مليح هكذا؟ فوزي قول لي واش مسانة تقرا؟ الرابعة. الرابعة، شحال جبت معدل؟ بحثت بلي البلتة. مازال ما شو البلتة؟ والبلتة اللي فاتت شحال جبت؟ المرة اللي فاتت؟ جبت خمسة. خمسة على عشرة؟ شاطر شاطر شاطر. وليدي في الدراسة وش هو المواد اللي تحب تقراهم؟ نبغي نقرا الإسلامية. التربية الإسلامية؟ شاطر. واش الآخر؟ كاين مواد كثيرة تحبها؟ متفوق أنت في الدراسة؟ يلا إذا فوزي راح يقرأ لنا بحث عن العالم من علماء الإسلام اللي هو سيبويه. تفضل فوزي يلا. ما غلطتش المرة. تفضل. سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر المكنى بأبي بشر الملقب بسيبويه، وهو أول من وضع علم النحو، فهو إمام النحاة. ولد سيبويه سنة 765 ميلادي في مدينة البيضاء في بلاد فارس. جاء إلى البصرة بالعراق قد كان غلاما صغيرا، نشأ فيها وتعلم على يد علمائها، وأهمهم الخليل بن أحمد الفراهدي، فقد لازمه وتعلم منه الكثير. ولم يكتفي بالفراهدي فقط، بل أخذ العلم أيضا من يونس بن حبيب وعيسى بن عمرو، وبذلك تنوعت الثقافة لديه وتوسع علمه بالنحو والصرف. واصل أخذ العلم حتى أصبح من أشهر علماء علم النحو، ولكن على الرغم من ذلك إنه لم يترك الكثير من المؤلفات وراءه، ويعتبر الكتاب الذي قام بتأليفه هو من أهم المؤلفات في علم النحو على الإطلاق. أقوال العلماء في سيبويه: إنه كان شابا نظيفا جميلا، لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتابه، ومن قرأ وفهم كتابه لا يحتاج إلى غيره من الكتب، وإن الناس لم يكتبوا مثل كتابه. طلب علم الفقه والحديث لمدة من الزمن، ثم عاد إلى اللغة العربية فبرع فيها وساد أهل عصره. توفي في عام 796 ميلادي في مدينة البيضاء في بلاد فارس وطرأ فيه. برافو 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 برافو. إذا تحية 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 الفوزي. إذا يلا التحق فوزي، التحق بالمكان تاعك. إذا أحبائي شكرا لفوزي اللي درنا هذا البحث عن طريقة البراي اللي هو طريقة الكتابة والقراءة للمكفوفين، لنقفوا معهم باش نضمنوا معهم في هذا اليوم هذا. واش رأيكم عمو يزيد دالكم أغنية جميلة أنا نحبها جدا جدا، نقول فيها يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. إذا راح نتغنوا بالاحترام، لأنه يا أحبائي الاحترام مهم في المجتمع، مهم جدا. راح نشوفوا أنه عمو يزيد راح يتكلم على طرق الاحترام، يعني إلقاء السلام، عدم رفع الصوت في الحي، مساعدة الآخرين. هناك عدة طرق لاحترام الناس، يلا نكتشفهم في هذه الأغنية. يلا معي. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام.
سنتنا والإسلام. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أبتاه يا أبتاه قل لي ما نال الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي، الاحترام الاحترام ثم الاحترام. واش رايكم نروح دركا مع عمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت في ألعاب الخفة؟ تحية لعمو نور الدين، تفضل تفضل. تحية تحية لعمو نور الدين، تفضل تفضل. شكرا شكرا عمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. تحياتنا لكل ناس تيارت. أحبائي، بعد عمو نور الدين في ألعاب الخفة راح نروحوا مع ميليسا في فقرة هل تعلم. تحية تحية ميليسا، تفضلي بنتي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. هل تعلم أن شرايين الجسم يبلغ طوله 600,000 كيلومتر؟ شكرا 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 ميليسا شكرا. إذن أحبائي، كان هذا طول شرايين الجسم، طول كبير جدا، يعني تشوفوا كيف الشرايين في الجسم تكون طويلة جدا. في كل مرة نتعرفوا على معلومة في هذه الفقرة اللي هي هل تعلم.
عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ حكاية الكتكوت الصغير، يلا معي. أحبائي الأطفال، في موعدكم مقبلة نحكي لكم حكاية العصفور الصغير. واحد النهار كان واحد العصفور يمشي هكذا، من بعد صاب واحد البيضة في الطريق، بيضة هكذا، شاف هذيك البيضة كبيرة مش كيما البيض اللي مولف يشوفه، خاف، قال بالك تكون بيضة تاع النسر ولا حاجة ولا دوك يجي ياكلني. راح يجري عند يماه، قال لها راه يما نسبت واحد البيضة هكذا بصح كبيرة مش كيما البيضة ديالك، لأنه على بالكم العصافير البيض تاعهم يجي شوية صغير. قالت له يا نجي معاك نروحوا نشوفوا البيضة هذه. راحوا نشوفوا البيضة، قالت له لا وليدي هذه بيضة تاع الدجاجة، تاع صديقتنا الدجاجة. قالت له لأن النسور والصقور كامل العشاش نتاعها البيض ما توضعوش في الأرض، توضعوا فوق الأشجار ولا في الجبال، يعني ما تشوفش يعني بعيد. قالت له الدجاجة والبطة والنعامة هما اللي يديروا العش نتاعهم فوق الأرض. قالها بصح يما هذه وش يدير هنا؟ إيه قالت له يا وليدي سيرمون، قالت له الدجاجة ما قدرتش ترفض البيضة هذه تديها، بالك بادتها هنا ما قدرتش تديها معها. قالها يما واش رايكم كان نساعدوا الدجاجة صديقتنا أنا وياك نروحوا ندوا هذه البيضة هذه حتى نوصلوها لها. قالت له فكرة جميلة هذه، إذا نبداو هكذا بالريش نتاعهم بالجنيحة تاعهم بالأجنحة تاعهم يدفعوا في هذيك البيضة، يدفعوا فيها بلعقل 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 يلحقوها للدجاجة. يلحقوها لها فرحة الدجاجة. قالت لهم شكرا، لأن الدجاجة كان عندها بيض آخر كانت فوق البيض تاعها، بالكم الدجاجة تجلس فوق البيض تاعها باش تعطي له الحرارة الكافية باش يفقس، من بعد يخرجوا منه كتاكيت صغار. إذا فرحت بهذا العمل هذا كي جابوا لها البيضة ودارتها مع البيضات الأخرى وقعدت هكذاك باش تعطيهم الحرارة باش يفقس هذاك البيض. عمو يزيد نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه يجب علينا مساعدة الغير. برافو 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 برافو، تحية البوبي، تحية أحبائي. مساعدة الغير واجبة علينا. شفتوا كيفاش العصافير ساعدت الدجاجة باش لحقت لها البيضة تاعها كامل؟ حنا تاني أحبائي يجب المسارعة للخير، كما قلت لكم في أول الحصة الإنسان دائما يسارع لفعل الخير ومساعدة الآخرين. يلا معايا تعالوا. إذا أحبائي كما وعدتكم وحكيت لكم حكاية العصفور الصغير، يجب علينا مساعدة الآخرين. لحقنا درك الركن اللي نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة. تعالي بنتي روحي، تعالي قعدي معايا. واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟ الجزائر العاصمة. العاصمة، الله يبارك. حكي لنا نكتة تاعك بنتي. قال لك كان واحد الشيخ يقرا تاع الفرنسي، قال التلاميذ ديالو قال لهم قولوا لي كيفاش يقولوا نجمة بالفرنسي. واحد التلميذ ذكي يعرف الإجابة بصح ما حبش يقولها. الغبي قال لهم الإجابة، قال لهم إطوال. هذاك المعلم استغرب كيفاش جابها، ذكي ما جابهاش واللي ماشي ذكي جابها. قال له كيفاش عرفت؟ قال له باسكو لي طوال يقعدوا من اللور واللي قصار يقعدوا من القدام. برافو برافو برافو، تعالي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ لينا سلسبيل. سلسبيل لينا، الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في ولاية برج الكيف، بلدية برج الكيفان. بلدية برج الكيفان، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد ثلاثة سراقين هربوا من الحبس، واحد تخبى فوق البوطو، واحد تحت الطوموبيل، واحد تحت الحمار. اللي راح البوليسي اللي فوق البوطو قال له انت واش راك دير؟ قال له انا اللي نسقم في الخيوط تاع التريسيتي. وراح لي تحت الطوموبيل قال له انت واش راك دير؟ قال له انا اللي نسقم في الطوموبيل. وراح لي تحت الحمار قال له انت واش راك دير؟ قال له انا هذا وين زدت. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يحكيها لنا؟ شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعال تعالى. اسمك وليدي؟ صابر. وين تكون صابر؟ الحميز. الحميز، الله يبارك. احكي لنا نكتة تاعك وليدي. واحد النهار جاء راجل
مع وليدو جا يضربو، من بعد جات يما قاتلو ما تضربوه ما دار والو، الاخر صاحبو لي ضربو، من بعد جا يضرب صاحبو قالو لا لا صاحب الاخر لي ضرب، من بعد جات يما صاحبو قاتلو على ضربتو، قال راجل وليدك ضرب وليدي. شكرا شكرا شكرا. احبائي لحقنا درك الركن جميل جدا، هو ركن الرسائل. بوبي اعطينا رسائل تاع اصدقائنا الاطفال اللي بعثوها لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا. تحيه لبوبي، تحيه 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 لبوبي. الرساله الاولى، ام ساره سنتين، يعني ام ساره هي اللي كتبت الرساله، ولكن ساره هي اللي تحب الحصه هذه في مدينه اميون في فرنسا. قالت لكم بونجور، انا ام ساره، السلام عليكم، موفق في عملك ان شاء الله عمو يزيد، اروح لاميون دير لنا حفل للاطفال، كاين جاليه كبيره جزائريه هنا اميون في شمال فرنسا. قالت لك وكان يكون يوم الاحد يكون جميل. قالت لك بنتي عندها سنتين سارة، لما تشوف الحصة تفرح كثيرا. قال لك ما تعرفش تغني بصح ترقص لما تسمع أغانيك، وشكرا. وقالت لكم تحياتي لكل الأطفال. إذا أم سارة من أميون دو فرانس، ميرسي بوكو بور لا كوريسبوندونس، ساليتاسيون لكامل لا كوميونيتي اللي راهم يشوفوا فينا، وراح نزوركم إن شاء الله. الرسالة الثانية، حاج عمر ملاك 6 سنوات من ولاد يعيش ولاية البليدة، قالت لكم حبيت نشارك في حصة مع عمو يزيد بليز. ملاك حاج عمر بالطبع بالطبع بنتي، راح نكلموك باش تجي تشاركي معنا في الحصة. الرسالة الموالية، حاج عمر إحسان 14 سنة من مدينة دراريا ولاية الجزائر، قالت لكم I love you عمو يزيد، يا بنتي عمو يزيد يموت عليك كذلك ويحبك ويحب كاع الأطفال، ومرحبا بك بنتي إحسان من دراريا. الرسالة الموالية، ديبلو إسلام 12 سنة من مدينة الجامعة ولاية الواد واد صوف مدينة الألف قبة وقبة، قالكم أريد المشاركة من أجل الفائدة والتثقيف. إذن إسلام ديبلو من مدينة الجامعة ولاية واتسوف 12 سنة، مرحبا بك، ونعود نكلموك باش تحضر معنا في الحصة إن شاء الله. الرسالة الموالية، الأحمر زينب 5 سنوات من مدينة الجزائر، قالت لكم أريد المشاركة في الحصة من فضلكم وأحبكم. إذا زينب الأحمر بنتي 5 سنوات من الجزائر، حتما سوف نتصل بك باش تشاركي معنا في الحصة. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل كلها، ودرك الحقنا الركن الجواب عن اللغز. إذن الجواب عن اللغز، ما هو الشيء الميت الذي يجوز أكله بدون إثم؟ شكون اللي عرف؟ تعالي بنتي أروحي، تعالي أروحي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ نور الهدى. نور الهدى، وين تسكني نور الهدى؟ في بودوا. في بودوا ولاية بومرداس. بومرداس، تحياتنا تحياتنا. وش هو هذا؟ الشيء الذي يجوز أكله بدون إثم. يجوز أكله بدون إثم، هو الحوت. الحوت، السمك. السمك أحبائي حتى ولو يموت نقدروا ناكلوه بدون إثم. يا أخي شاطرة شاطرة بنتي، قعدي معايا، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا بنتي، شاطرة 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 شاطرة. أحبائي في كل حصة نستضيفوا طفل ولا طفلة نديروا له عيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الله محجوبي فوزي 8 سنوات. تعال وليدي، تعال تعال تعال. إذا حنا نغنوا الفوزي عيد ميلادك أحلى عيد،
اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعو. اذا التحقوا بيا نغنوا له. تعالوا تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذا فوزي راح نديروا معايا العد التنازلي تاع فوزي. 8 7 6 5 4 3 2 1. طفي الشمعة وليدي، زيد 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 زيد. برافو 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 برافو، شاطر شاطر شاطر. عطيني الشهادة تاعو. إذا فوزي هذه الشهادة تاعك، هذه الشهادة هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، نوريوها لهم. وانتم يا احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهاده كما هذه باش يحتفظ بها كذكرى لانجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. واعطيني الهديه تاعو. اذا فوزي هذه كذلك هديتك، مهدات من عند رامي راعي البرنامج، هديه عيد ميلادك كما وعدناك. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. معكم جمعية كافي اليتيم فرع مفتاح ولاية البوليدة، رانا في بلاطو عمو يزيد. نشكر الحصة على الدعوة هذه، اتصلوا بنا، سجلنا عدة مرات في الموقع تاعهم واتصلوا بنا، واليوم انا رانا هنا، جبت البنات، رانا فرحانين بزاف. ونشكر عمو يزيد وكامل الطاقم المشارك في هذه الحصة، بارك الله فيكم. نشكر الطاقم عمو يزيد كاع، بارك الله فيكم. تعالوا هلموا إلي